رح نروح لفقرتنا يلي بتخص الشباب والشباب يلي بيعكس الحب واللي عم يرسخ قيم هذا الشهر الفضيل من خير وعطاء وكرم مع نشاطات فريق عمرة التطوعي يلي كان له حصة كبيرة بهي الأعمال بشكل عام خلال السنة وبشكل خاص خلال شهر رمضان الكريم. رح نتعرف على تفاصيل عمل فريق عمرة التطوعي مع المحامي محمد فطايري مشرف عام فريق عمرة. يسعد صباحك. صباحكم ان شاء الله صباح الخير الاخباريه السوريه. اهلا وميت سهلا فيك محمد. يعني ضيفنا الدائم حضرتك، ويمكن نحن قبل شهر رمضان كان لنا وقفه خاصه لنحكي انه انتم عم بتحضروا لشيء دائما لعمل الخير، وكيف اذا كان هذا العمل بشهر فضيل وكريم. خلينا نحكي يعني عن المبادرات، مبادراتكم اللي كانت بهذا الشهر، وايضا لجأتوا للطعام الجاهز هذا الشهر، يمكن وقت جهد وشو كلهم سوا. هلا نحن انطلقنا باول شهر رمضان بحمله الالف سله تقريبا. حلو. وزعنا سلال غذائيه لاسر بدمشق وارياف دمشق. نعم. هي ضمن الداتا لفريق عمرها التطوعي. لحتى الان مستمرين بهالحمله. من يومين اجانا احد المتبرعين تبرع ب 100 سله غذائيه. امبارح تم تحضيره، وان شاء الله خلال يومين قبل العيد حيتم توزيعه لاسر برنكوس بالميدان وفي منطقتين لسه ما تحددوا. خلال خلال شهر رمضان المبارك ضلينا بكل ساحات دمشق على وقت الافطار على وقت المغرب بحمله مي وتمر سته. استمرينا مثل ما قلتي بفعالية افطار صائم، افطار صائم قدرنا نوصل ل 200 وجبة، 280 وجبة عائلية، الوجبة هي تكفي لخمس أشخاص بالإضافة إلى مرفقات هي الوجبة. طبعا هي كانت جاهزة بالوقت المكان كورونا والنظافة، يعني كل هدول العوامل اجتمعوا. هي كمان كتجربة أولى، اليوم كعمرها ما فينا نجرب كتجربة أولى كمطبخ ذاتي، لا حبينا نخطي خطوة تجاه الأكل الجاهز. إن شاء الله السنة الجاية بركي نكون بمطبخ إن شاء الله. إن شاء الله عم يكون يمكن في أشخاص داعمين لكم لحتى يمكن تساهموا بتوزيع هذا الأكل. هل هي مطاعم عم تتبرع لكم أو في أشخاص عم يتبرعوا لكم تبرعات انتم عم تجيبوا الاكل؟ هلا بالنسبه للتبرعات هي تبرعات عينيه، يا ب وجبات جاهزة يا اما بمالغ نقدية تحول لاحد المطابخ هي عم تقدم. حتى الصبية اللي عم تطبخ لنا هي فاتحة مشروع صغير معتمدة على حالها، بتطبخها عندها بالبيت بتجهزهم خبرة قبل فترة. نوجه لها تحية. تماما نوجه لها تحية صراحة، رغم انه مشروع صغير كمان دعمتنا بكثير امور. هي تحية لكل سيدة سورية عن جد قادرة لتفتح مشروع صغير لحالها وتدعم حالها. طبعا يعني هدول الاشخاص قديش هم داعمين سالي وبيوقفوا مع العالم، يعني كثير حلو انه هي عامله مشروع بنفس الوقت. صح. ويمكن بيكون عندها عائله عم تطبخ لعائلتها، ولكن أكيد مخصصه وقتها. يمكن هذا كمان ايضا عمل تشكر عليه وتشكر عليه جميع النساء السوريات. اكيد محمد في شغلات ممكن كنتوا عم بتواجهوها يعني صعوبات معينه، ولكن تجاوزتوها بفضل اهل الخير وبفضل الجهود المبذوله. تحكي لنا شوي عن بعض الصعوبات وكيف تجاوزتوها. صراحة الصعوبة الأكبر كانت قبل رمضان، كان عندنا مقابلة هون بالإخبارية بعد ما طلعنا فورا كان عندنا اجتماع بإدارة الفريق. كانت المشكلة والهاجز الأكبر من التبرعات، إنه معقول نحن نقدر نمشي أربع حملات سوا؟ معقول يجي حجم التبرعات، وخصوصا بأول شهر رمضان صراحة ما كان في لسه الدعم الكتير كبير. بشهر رمضان عن جد هو مبارك، كان في كثير بركة، كان في كثير تبرعات، كان في كثير ناس نزلت ساعتنا على الأرض. حلو. صراحة استغربنا عن جد كفريق عمرها على حجم الدعم اللي إجا، على حجم المواد والوجبات اللي قدرنا نوصل للعالم. الحمد لله. يعني تمر ومي هي كانت مثل ما قلت أنت ذكرت أنكم عم تجولوا الشوارع، خبرنا شوي عن هي المبادرة، قديش لقت أصداء من العالم وقت واحد متأخر على الإفطار لاقى هيك شفة مي شربها حبة تمر؟ صراحة بتحسي لما انت تحسي بهذا الحاجة بتحسي قد ايش أهمية هذا العمل. نحن خلال 25 يوم رمضان الماضي لهلا انا ممكن ما فطرنا بمنازلنا بالوقت الافطار، دائما عم نصل متاخرين، فاحيانا عن جد نحن بنكون بحاجة لهذا الشخص اللي يوقفنا يعطينا تمرة يعطينا مي يعطينا قطعة معمول عن جد، لانه احيانا نحن بنكون ناطرين الاذان الناطر بس لتشربي نقطة مي. الفيدباك تبع العالم كان كثير كبير، كثير عالم شيروا على صفحاتهم شخصية على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي عن انه شخص طلع لي فجأة انا كنت عطشان وراي على بيتي وزع لي قديش نحن حلوه عن جد نشتغل هالشيء. تفاجئنا بنفس الوقت بعالم هن باقامه بمبادرات فرديه. من يومين كنا عند كازيه الزاهره استغربنا بصبيه عم توزع سندويش شاورما. فكرناها هي لجمعيه معينه او لا، لا انا حابه اشتغل شيء لحالي وحبيت انزل فطر العالم. قدم خير بهالشهر الفضيل. في كثير اشخاص عن جد اتفاجئ فيهم انه لا انا لحالهم حاملين اناني مي
مره كنا بمنطقه يلدا عم نوزع وجبات، فشباب صغيره حاملين اناني مي وكاسات عم يفطروا العالم ضمن ساحه يلدا. فكمان هي كمبادره هي بتشجع الناس الثانيه، بتشجع الاطفال، بتشجع الشباب انه حتى ضمن حيهم، انه انا ما ضروري اتاطر ضمن مؤسسه او جمعيه او او او، انا ضمن حي قادر اعمل شيء عن جد. يعني واحد وقت بيشوف خير كمان سالي بيتشجع على تقديم الخير، يعني صح. الناس بتشجع بعضها على هذا التكافل الجميل. وهون بنقول انه الخير لساته موجود بالسوريين، الحمد لله السوريين وقلوبهم على بعضهم. يمكن واجهنا ازمات من الحروب اللي واجهتنا، ومن الازمات الاقتصاديه الصعبه كمان اللي ما عم نمر فيها لهلا نتيجه الضغوطات الخارجيه، ولكن هيدي المبادرات الفرديه وشبابنا اللي عم يشتغل ممكن يخفف هيك من عبء شوي كثير كبير بقلوب كثير يمكن بحاجه لنحن اليوم نعطيهم ولو تمرات مثل ما حكيت. احكي لنا اكثر كيف هيك عم بتلاقي البسمه على وجوههم وشعور العطاء، شعور السعاده اللي عم يمنحوكم اياه، كمان انتم عم تاخذوا شعور سعاده مو بس عم تعطوا. اكيد هذا شعور السعاده اللي عم ناخذه عم يكون حافز لنا لنستمر. صراحة بشعور السعادة بالضبط أو بالضحكة بتوصل لما عن جد وصلي سفرة أو وجبة إفطار لناس عن جد هي ما قادرة تحط. كمان في أحد الأسر نحن وزعنا لها وجبة إفطار على عدة مرات خلال هذا الشهر. بأول فيدباك إلى كانت تواصلت معي قالت لي أستاذ محمد أنا حياتي ما كنت متخيلة طعمي أولادي وحط لهم هيك سفرة. فكان عن جد هذا حافز كثير إنه هي الشخص نفسه جد رجع تواصل معنا قال انا حابب ابعث اولادي يساعدوكم، نحن ما بنقدر ندعمكم مصاري، لا انا حابب ينزلوا يساعدوكم تجهيز الوجبات بما يتمر باي فعاليه. فاثبتت عن جد انه الشخص يمكن ما عنده قدره ماليه، ما عنده الوقت، بس اي شخص فينا عنده حاجه بيقدر يشبعها، مجرد ما اشبع عن جد هو بيقدر يشبع حاجات الناس باي طريقه ممكنه. سريعا خلينا نعرف محضرين شيء للعيد؟ اكيد نعرف شو محضرين. اول شيء نحن اعددنا غرفه ضمن مكتب فريع مرها بمنطقه الحلبوني، هي غرفه ملابس العيد. تقريبا وصلنا ل 300 قطعه ثياب من بدايه بعد ليله القدر. ان شاء الله عندنا فعاليه السحور نحن قدام الجامع الاموي يوم الاحد، ان شاء الله حنبدا بتوزيع ملابس العيد ضمن مكتب فريع مرها التطوعي، بالاضافه ان شاء الله حنكون بحديقه السبكي باول ايام العيد. ان شاء الله هيك يا رب، كل التوفيق لكم ان شاء الله، وان شاء الله الناس تدعمكم اكثر وبتعطوا خير وبتعكسوا هي الحاله من التكافل الاجتماعي الجميل بالمجتمع السوري. شكرا كثير للاخباريه السوريه، دائما الاعلام هو المراه لان للعالم تشوفون، العالم يشوفونا ويتعرفوا علينا سواء محتاجين او متبرعين. شكرا للاخباريه على جد عم تكون معنا بكل موقف. شكرا كثير محمد، يعطيكم الف عافيه يا رب. محمد يعني هذا واجب علينا نحن كاعلام هو نقل الصوره كل واحد من دوره ومن مكانه. مشكورين، مشكورة الجهود المبذولة، تحية كتير كبيرة لكل العالم اللي عم بتساعدكم وخاصة بهذا الشهر، وسلفا كل عام وانتم بخير. ان شاء الله اشوفكم بحالة افضل. محمد فطايري اهلا وسهلا فيك. اهلا فيكم.